اليوم عملنا تنزيلات ان الله يسر على الاسعار، ما بس حلويات، كل قلعه المضيق عملت تنزيل اسعار. بالنسبه ان نزلنا 25% من الاسعار مشان هالفقير ياكل يعني، وتغير شوي من الاوضاع ان شاء الله لمده شهر هذا الامر بده يتم، وان شاء الله على طول يعني. لحم الخروف كان 4500 مشوي، سويناه ب 2000 3300. لحم الخروف كان ب 2500 سويناه ب 1500. الشاورما كانت 500 سويناه ب 2500. الفروج المشوي كان ب 2500 سويناه ب 1300 ورقة. أهلا وسهلا الشباب. جينا اليوم نتغدى، الاسعار كثير كويسه الحمد لله، وزحمه وخلصت العالم بكير، وانا عندي صالون حلاقه كانت الاسعار ب 500 سويتها 300، ومقلت المضيق ان شاء الله كل الاسعار كويسه هيك، وان شاء الله توصل لاسعار مدى. تنزيلات السمك ابو 1500 عم بيعوا ب 1300، ابو 1300 عم بيعوا ب 1000. اهلا وسهلا. نزلنا الاسعار كلها، لحم الغنم ب 2500 ناي، وبقيه المحلات كمان نزلت الاسعار للفقير مشان ياكل مشان العالم تعايش، والحمد لله يعني في لسه تخفيضات ان شاء الله. تنزيلات ام 3000 ب 1000 ليره، تعشيه الليمون تنزيلات.